Yes. وكنتمنى ان الناس اللي صوتنا اليوم يكون عند حسن الظن الساكنه وعند حسن التطلعات، وهناك العديد من المشاريع التي يجب تنفيذها، وهناك العديد من الانتظارات ديال الساكنه. نتسناو اللي صوتنا عليه يكون في المستوى ويشوف الحالة ديال الناس والحمد لله. الحمد لله، وانا يعني مقتنعة بالشخص اللي انتخبته. Sous-titrage